لما جينا للدواء، شنو هو الدواء؟ لما نقول لك ما هو الدواء، سؤال يطرح نفسه، ما هو الدواء؟ الدواء هو عبارة any substance، اللي هو أي مركب، مثل الطعام change instruction and function of the body، أو يغير تركيبة أو وظيفة في جسم الإنسان. يعني أي مركب كيميائي other than food and that change structure and function or function of the body، غير تركيبة أو وظيفة في جسم الإنسان. بمعنى كيف تركيبة أو وظيفة؟ تركيبة في جسم الإنسان، يعني مثلا في حالة المرض في حالة المرض يتغير تركيبة معينة في فسيولوجية جسم الإنسان، يجي دواء يغيرها. هنا في اسمها تغيير في التركيبة. أما الفانكشن أو تغير في وظيفة، يعني مثلا وظيفة مثلا في الأنسولين، الأنسولين هو شيء موجود في جسم الإنسان يفرز، وصار عملية ضمور، صارت عملية يدخل مكان الأنسولين مصنع يعطيني وظيفة نفس وظيفته في كان في جسم الإنسان. بعدين قال لي some drugs، يعني بعض الأدوية مثل عليها الكوكايين والهيروين، بعض الأدوية كيف الكوكايين and الهيروين، هن الاثنين يعتبرن يعطيني باورفول، لكن نفس الوقت يعتبر dangerous، تصير عملية خطيرة ويستعمل استعمال غير شرعي. بعدين قال another drugs، بعض الأدوية أخرى مثل تشمل البنسلين and كودين، يعني هنا بنسلين and كودين لا تصرف إلا تحت وصف أو لا تستخدم إلا تحت، لكن كودين and prescription drugs are prescription drugs and can be used only under the supervision of a doctor، يعني لا يصرف إلا تحت وصف تحت طبيب. لكن احنا نلاحظ احنا البنسلين احنا ناخذ فيها او يصرف المضادات الحيوية يصرف بدون وصفة طبية في أي وقت في أي زمان بأي قيمة. still others drugs وأدوية أخرى كذلك، كيف أدوية الكحة cough and cold medication، يعني الكودائين أو أدوية الكحة، في أدوية الناس اللي عندهم ناس اللي تتعاطى نقدر بجرعة الكودائين كان خدها جرعة مخدرات، يعني عادي، يعني إذا ضروري لا يصف إلا بدون وصفة طبية. بعدين قال لي الدرجز، قال لي أو جميع الأدوية all drugs تأثيرا يمكن يكون شرعي أو غير شرعي، لكن تأثيراته الضارة أو يمتلك تأثيرات ضارة أمتى؟ لما يتكرر استخدامهن أو يساء استخدام الدواء. يعني جميع الأدوية أي دواء لهن استعمالات شرعية وغير شرعية، لكن الضرر متاعهن في الاستخدام المتكرر و الابيوز دراجز أو سوء استخدام الدواء. الدراجز different is a way in which affect the body، لكن تختلف الأدوية في طريقة تأثيرهم في جسم الإنسان. يعني كل واحد كل دواء ليه ميكانيزم اوف اكشن، كل دواء ليه تأثير معين، بمعنى اختلافه في معدل المستقبلات، اختلافه في التركيزات، اختلافه في تأثير، كل هذه يعتبر شنو تختلف في طريقة الاستخدام. بعدين قال لك some drugs kill bacteria، يعني بعض الأدوية احنا معقول عليها احنا في الميكروبيولوجي أو في علم الأحياء الدقيقة في حاجة اسمها البكتيريوستاتيك ان بكتيريوسايدا، يعني قاتل البكتيريا أو موقف نمو البكتيريا. لكن أدوية هنا قال لك بعض الأدوية تعتبر قاتل البكتيريا، بهي لو قتل البكتيريا من البكتيريا ما بيهاش، يعني ما ننساش إن في جسم الإنسان في نوعين من البكتيريا، في نورمال فلورا اللي تعتبر بكتيريا نافعة، والباثوجينيك بكتيريا، بكتيريا قاتلة أو بكتيريا ضارة أما ممرضة، باثوجينيك بكتيريا، بكتيريا الممرضة، والنورمال فلورا البكتيريا النافعة. لكن هنا الأدوية قالك مع أنها قاتلة للبكتيريا لكن تستخدم in treating the disease، تستخدم في علاج الأمراض، يعني تعالج نستخدم فيها استخدام صحيح أو نحتاجها في استخدامات صحيحة. other drugs affect بعض الأدوية تأثيرها particle system أو تأثيرها جهازي أو تأثيرها موضعي، يعني نقول موضعي مثال عليها digestive and circulatory system، أدوية المهضمة و
وأدوية الجهاز الدوري. يعني لما نتكلم عن الأدوية المهضمة هي خاصة بالإنزيمات، النقص في البيبسين، نقص في الإنزيمات المهضمة، وسيركيوليتي سيستم، أدوية التي تؤثر وين في الجهاز الدوري. Among the most powerful drugs on the synchronous nerve system, especially in the brain and synapse between neurons. هذا مهم جدا، نقطة السينابس. نقطة السينابس هذه حطوا تحتها 100 خط. شنو معنى سينابس وشنو تأثيرها في جسم الإنسان، وشنو معنى سينابس، شنو الفائدة في التغير في الجهاز العصبي المركزي، خصوصا قال لك انا في البرين عند سينابس. سينابس هي نقطة تشابك بين الخلايا العصبية، نقطة تشابك بين الخلايا العصبية، بحيث ان كل ما زادت نقطة التشابك، كل ما زاد مفعول توصيل المسنجر بين الخلايا العصبية. شو معنى مسنجر؟ معناها الرسائل المرسلة من وإلى، يعني بين الخلية، نهاية الخلية العصبية وبداية خلية عصبية أخرى. هي هذه هي نقطة التشابك، هذه نقول عليها نحن الساينابس. نحن حتى نقول مثلا الأدوية المنشطة أو الأدوية تزيد من فعالية الأكتيف الباور، هي تزيد منطقة السينابس، تأثيرها تأثير مباشر في نقطة السينابس الموجودة في الجهاز العصبي المركزي. هذه تحت الميكروسكوب تورينا نقطة التشابك بين الخلايا العصبية، هذه كلها هذا receiving cell body near vessel، كل هذه يعطيني شنو التفصيلات في الجهاز العصبي المركزي. هنا يشرحها لي أخرى أو يفهمني شنو معنى بالتفصيل يعني بنقول سينابس. ده قال لك the nerve system، الجهاز العصبي يعتمد قال لك depend on على حاجة اسمها النيورون ترانسميتر. شنو هو النيورون ترانسميتر؟ اللي هي النواقل العصبية. النواقل العصبية شنو دي نواقل عصبية؟ دي عملية جسر bridge of the gap between neurons، اللي هي ليها وظيفة دير عملية ربط بين الخلايا العصبية كجسر، أو قالك or between neuron and any effect، أو بين الخلايا العصبية والتأثير بتاعها. يعني لما نتكلم على النيورون ترانسميتر مهم جدا في الجهاز العصبي المركزي. يعني مثلا كيف إيدي بدون صوابعي، يعني إيدي موجودات، لو صوابعي مثلا لو كما يعني مثلا يدي يمين ويدي يسار، يعني بنمسكهم مع بعضهم، لما نمسكهم بصبعين بس مش بالخمسة، يعني صبعين من يمين صبعين من يسار، يجي نمسك مع بعضهم، تقدر انت تحولها مباشرة، يعني مفيش قوة جاذبة بين، او تقدر ما تقدرش تحكم، ضعيفة صبعين. لكن لما نشبك اليمين اللي يدي يمين بالكامل خمس صوابع مع يدي اليسار بالكامل خمس صوابع، نشدهم، صعب انك توصل. هنا حيكون نظام توصيل بين الفراغ اللي بين الخلي بين يدي يمين يدي يسار، وبين تأثيره في الجهاز العصبي المركزي، بتأثيره على فعل ورد الفعل في الوظائف الجهاز العصبي المركزي. بعدين هنا حاجة كده استيمولنت. تو الجهاز العصبي المركزي فهمنا شنو هو الدواء، وفهمنا الجهاز العصبي المركزي أو بين الخلايا العصبية يتكون من خلايا عصبية، وخلايا عصبية تتكون من نقطة تشابك، نقطة تشابك أو الخلايا الجهاز العصبي المركزي يعتمد على نيو ترانسميتر، على النواقل العصبية. نجي لوظائف الجهاز العصبي، يمكن يعني لما يقول لك الإنسان يا يضحك يا يبكي، ما فيش حاجة في النص. الجهاز العصبي المركزي يعني يدير عملية ستيمولنت، يا إما يدير عملية ديبرسنت، يدير عملية تحفيز أو تنشيط، أو يدير عملية ديبرسنت تقليل أو اكتئاب. لما نتكلم على ستيمولنت قال هنا حيصير عملية increases heart rate، حيزيد من معدل دقة القلب، blood pressure ضغط الدم، و breathing rate معدل التنفس. يعني أي 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 ستيمولنت، أي حاجة منشطة، حيزيد مع عملية دقة القلب blood pressure و breathing rate.
And in addition, بالإضافة إلى stimulant increases release new transmitter in some synapses in the brain. بالإضافة إلى زيادة في المحفزات وين في زيادة التحفيز أو زيادة اطراح النواقل العصبية في نقطة تشابه في الدماغ. هذا التحرير يصير عملية تشنب الإنرجي، يعطيني عملية طاقة. نحن كما قلنا إحنا الطاقة هي زيادة في النواقل العصبية. لما يزيد النواقل العصبية هي عملية تحفيز. يعني مثلا أنا أعطاني مثال اللي common stimulant drug includes من أشهر stimulant الأدوية المستمرة هي الإمفيتامين. أعطاني هنا أعطي مثال عليها الإمفيتامين، وأعطاني الكوكايين والنيكوتين والكافيين. يعني هنا لما ناخذ مثلا أنا مصدع ونشرب الكافيين نتحسن المزاج متاعي وننشط. شنو السبب؟ السبب هي زيادة في النواقل العصبية. أعطاني كافيين من عائلة الكافيين، هي الكافيين موجودة في الكافي وفي القهوة في التي في الشاي في الشوكولات أو أند كولا برودكت اللي هي موجودة في منتجات الكولا. كل هذه يعتبر عملية من مواد ستيمولنت محفزة أو تزيد من معدلات increases heart rate, blood pressure and breathing rate. بعدين قال لي الستيمولنت في حاجة قال لك الستيمولنت ويروف لما نوقف على الستيمولنت فجأة. يعني مثلا أنا من المدخنين المدمنين على الدخان، يجيني رمضان ونوقف عليه فجأة، حيتعكر مزاجي، نحس بال مشاكل في الدورة الدموية. كل هذين سببهن وأتوقف من استمرت. The brain supply neurotransmitter liberated in the user quickly fight in the depression. يشعر بحالات من الاكتئاب والتعب النفسي من لما نوقف على استمرت. مفاجأة هذه مفاجأة، لكن لما نقول long term use لما نستخدم فيه فترة طويلة ناخذ محفزات بشكل مفرط. يعني حتى الدرينك المشروبات الطاقة اللي يبيعوها في المحلات، أي حد يعني مثلا يد تالف أو عنده مشاكل أو عنده عمل أو عنده مشوار أو عنده شنية يمشي يعني من الأشياء الغير صحيحة تسبب مشاكل في جسم الإنسان هي مشروبات الطاقة. مشروبات الطاقة تحت على نسبة كافيين عالية جدا، هذه تزيد من عملية النيورو ترانسميتر تخليك نشيط مباشرة. يعني مش حتطول تخليك نشيط وكأنك ما كنتش تشكي من شي بك. نظرا للإقبال عليهم ويسبب مشاكل حتى في الشركات المصنعة، قاعدين شو يديروا شركات المصنعة في علموا يكتبوا على المنتج خلال 24 ساعة لا تستخدم إلا علبة واحدة، بشيء يبرر مسؤوليتهم من المشاكل اللي تصير من الأدوية من المشروبات الطاقة. لأن long term used أو استخدامها لمدة طويل يسبب مشكلة في circulatory problem أو يسبب مشكلة في الجهاز الدوري، سبب لي هلوسينيشن يعني هلوسة، سبب لي فيزيكال ديبريشن يعني اكتئاب نفسي. كل هذين سببني شنو ستيمولنت لوك تير لما استعملها لفترة طويلة. أشهرها هو الأمفيتامين. الأمفيتامين صحب في التسعينات تقريبا، في التسعينات أو في نهاية الثمانينات منع من استخدامه نظرا صح يعطي باور ولكن تأثيره غير صحيح على جسم الإنسان. لذا قللوا من استخدام مش قللوا استخدام منعوه من استخدام من 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 التصنيع وسحبه من الأسواق نظرا لتأثيراته الغير مرغوب فيها.